صباح الخير يا قرو، مالك يا حبيبتي؟ أشرف، أنا موافقة أروح عند الدكتور عشان موضوع الخلفة. بجد يا قرو؟ ربنا يخليك ليا. بس هو ولد واحد بس، أنت عارف ظروف شغلي. يا ست بس هو يجي، بعد كده نبقى نفكر في غيره. أكيد أكيد ممكن بعد كده نخلف. أنا موافق يا ستي. شفتي بقى ان انا زوج ديمقراطي؟ هتفطرينا ايه؟ سمك بقى عشان المناسبه السعيده.